استاذ الدكتور سمير حلمي اسعد خليل، استاذ الامراض الباطنه ومرض السكر في كليه الطب جامعه اسكندريه. الرساله اللي انا بقدمها دلوقتي بقدمها للمرضى من بناتنا واولادنا مرضى السكر. انا هتكلم فيه ايه هي مضاعفات مرض السكر وايه الحاجات اللي بتصاحب مرض السكر. مضاعفات مرض السكر اللي انت لازم تتقيها وتكشف عليها دوريا، مضاعفات في العين، شبكية العين، التهاب الأعصاب أو اعتلال الكلى. وده سهل جدا بالنسبة للعين، تكشف على الأقل مرة في السنة عند دكتور العيون علشان تتأكد إن مفيش حاجة أصابت الشبكية. عشان الكلى تعمل تحليل للزلال بتاع البول على الأقل مرة في السنة عشان تتأكد إن مفيش مشكلة بادية في الكلى. التهاب الأعصاب الطرفية تكشف عند الطبيب وتفكره إن هو يشوف قدمك ويكشف عليها ويشوف إذا كان في التهاب في الأعصاب ولا لأ. في مجموعة تانية من المضاعفات زي الشريان التاجي، الشريان التاجي أو مشكلة في الدورة الدموية للقدمين، نفس الشيء مرة في السنة على الأقل لازم تعمل رسم قلب أو موجات صوتية على القلب عشان تتأكد إن القلب مفهوش مشكلة والشريان التاجي مفهوش مشكلة، وفي نفس الوقت تخلي طبيبك يحس النبض بتاع القدمين عشان يتأكد إن مفيش مشكلة في الدورة الدموية الطرفية. طب إيه الحاجات اللي بتصاحب السكر وليها تأثير سيء على المضاعفات؟ أنا ما بعالجش سكر بس، لازم تحط في بالك إن ما هوش السكر فقط، ممكن يصاحبه ارتفاع في ضغط الدم وده بيؤدي إلى حدوث المضاعفات، أو ارتفاع في كوليسترول ودهنيات الدم. نفس الشيء نتذكر ونفكر الطبيب المعالج إن يشوف الضغط ويشوف على الأقل مرة في السنة الدهنيات وكوليسترول الدم. لو خلينا بالنا من كل الحاجات دي هنقدر نمنع كل مضاعفات مرض السكر.